فيروس كورونا هي المهدد الرئيسي والأكبر حاليا لأداء الأسواق، ويبدو كما ظهر على لسان يعني الفيدرال الأمريكي يوم أمس بشهادة الكونغرس أن هناك خوف وقلق من الفترة القادمة، وأن الاقتصاد الأمريكي لن يتعافى بالشكل السريع المتوقع، وأن الربع الرابع أو الربع الثالث لن يكون كافي أو لن يكون هناك هذا التعافي الكبير. ونعود هون لنقطة مهمة اللي هي آلية التعامل مع الأزمات، وكيف تترجم الأسواق عادة الأزمات بعد دورة الأعمال الحقيقية أن تحدث. حقيقة من المتوقع أن يكون في عندي هذا التعافي السريع أو محاولة التعافي السريع والانتعاش والعودة وكأن شيئا لم يكن، ولكن ذلك سيوقع الأسواق بلا شك في نوع من الفقاعة الاقتصادية، ما أن تنصدم أو تصطدم بدورة الأعمال الحقيقية وهي ظهور البيانات الاقتصادية التي تظهر مدى التحسن الفعلي من أسوأ لحظة سببتها الجائحة حتى وقت صدور البيانات. وهنا تبدأ الأسواق تستوعب أن العملية أصعب وأطول مما ينبغي، وهنا تماما ما يحدث في الوقت الراهن. التفاؤل المفرط بالأداء الإيجابي للفترة القادمة قد ينصدم بأن ما يحدث حاليا هو عملية تحفيز صناعي وليس يعني تحفيز مفتعل وليس طبيعي بنتيجة البيانات الاقتصادية أو بنتيجة تحسن الطلب الحقيقي، وإنما هي عمليات تحفيز نقدية تحدث على أرض الواقع تحاول امتصاص الصدمة في الوقت الراهن. يعني كما رأينا فعلا الكثير من البنوك المركزية حول العالم ما تزال تمشي في هذا الإطار، ولكن كما رأيت رائد كان بالفترة الماضية حتى ردت فعل الأسواق على تصريح من جيروم باول فيما يتعلق بنظرته وحتى ربما تأخره بعملية رفع الفائدة قد لا يرفعها حتى 2022، ردت الفعل كانت قاسية، ولكن الأسواق يعني ذاكرتها ضعيفة نسيت هذا الأمر وعادت وتلافت كل هذه الأخبار. بالطبع ما يحدث فعليا أن هناك نوعا ما الأسواق تبالغ بردة الفعل على أي حدث وتبالغ بالإيجابية. وإذا نظرنا من وجهة نظر ثانية، من وجهة نظر المستثمرين الذين قاموا بالتوجه إلى هذه الأسواق وسببوا ارتفاعها، لأنه بالنهاية يعني لا يحدث الارتفاع إلا بنتيجة وجود المشترين، هؤلاء المشترين لم يجدوا فرصة بديلة خالية من المخاطر في الأسواق. يعني بصياغة أخرى عنا يعني إذا اتجهوا إلى السندات هناك مخاطر وقلق، أسعار الفائدة متدنية وعند أدنى مستوياتها ولا تحقق العائد، الاحتفاظ بالكاش يعتبر جريمة في ظل وجود برامج التيسير النقدية واحتمالية انخفاض القدرة الشرائية للعملة، وبالتالي يعني يبحث المستثمر عن فرصة أخرى لم يجد نفسه سوى أنه يطلب الأمان داخل الأصول العالية للمخاطرة أو عالية المخاطرة وهي الأسهم، خصوصا مع وجود فرص استثمارية وهي مستويات متدنية لهذه الأسهم يستهدف فيها قفزات، تماما كما حدث ببوينغ وحدث ببعض أسهم الشركات التي تدنت إلى مستويات متدنية بشكل كبير جدا إلى ما دون مستويات 80 دولار البوينغ، والآن فوق مستويات أو وصل إلى ما فوق مستويات 180 دولار، يعني نتحدث عن فوق 120% ارتفاعات على هذا السهم. وغيره كذلك الأمر ليس طلبا بسوق الطيران الذي لم يتحسن حتى الآن بنتيجة إغلاقات الاقتصادات أو الضغط الفعلي على هذا القطاع، وإنما البحث عن المضاربة والفرصة السريعة وإمكانية تضخيم السعر خلال فترة قصيرة. ويعني وباختصار العلاقة رائد ما بين الدولار والذهب، كيف نرى تطورات أيضا التحركات للذهب وأيضا تحركات الدولار؟ الدولار تحت الضغط بنتيجة التفاؤل بأن يكون هناك مزيد من التيسيرات النقدية وبرنامج شراء السندات للكوربريتس، يعني يعتبر من الفيدرالي هو ممتاز جدا وحفز هذا الأمر، ضغط على الدولار الأمريكي بنتيجة أن هناك أموال وقروض رخيصة سوف تكون موجودة بشكل أكبر في الفترة القادمة. على صعيد آخر الذهب، أولا عند عودة أسواق الأسهم للارتفاع ثم يعود الذهب لمواصلة الارتفاعات بنتيجة وجود برامج التيسير. أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، أشكرك على كل هذه المعلومات. شكرا أستاذ نور. أهلا بك.